إن شاء الله عندنا مفاجأة سارة جدا تخص جمهور النادي الأهلي، سيتم الإعلان عنها خلال الوقت اللي جاي إن شاء الله. بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد سوف تذاع على الهواء مباشرة، وهيكون عندنا استوديو تحليلي قوي جدا 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 على شاشة قناة النادي الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة. زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي سيلاقي نادي الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي. إدارة قناة النادي الأهلي نجحت الحقيقة أن هي تصل في اتفاقات مع بقية القنوات الأخرى نحن نذيع هذه المباراة على الهواء مباشرة إن شاء الله. هيكون عندنا استوديو ما قبل المباراة وما بعد المباراة، وننقل حضراتكم المباراة على الهواء مباشرة في كرة اليد. طبعا السوبر الأفريقي في كرة اليد ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك هيكون مذاع مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي، وهيقدم الاستوديو التحليلي كابتن خالد العوضي ومجموعة من النجوم الكبار اللي هيكونوا متواجدين لتحليل هذه المباراة. إن شاء الله خلال الساعتين ثلاثة اللي جاية هيبقى البرومو موجود على شاشة قناة النادي الأهلي.